أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو، وهو الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. يعني إيه فعل مبني للمعلوم والفعل مبني للمجهول؟ مبني المعلوم هو الفعل الذي له فاعل ومفعول به، مثل شرح المعلم الدرس، شرح فعل، المعلم فاعل، الدرس مفعول به. الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي حذف فاعله وحل محله أو حل مكانه مفعول به وأصبح نائبا للفعل. طيب تعال نشوف، شرح الدرس يبقى شرح فعل مبني للمجهول والدرس نائب فاعل. يبقى هنا الفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول إن المبني للمعلوم بيبقى فيه فعل وفاعل، أما الفعل المبني للمجهول هو بيحذف منه فاعله ويحل المفعول به محل الفاعل، وفي هذه الوقت وفي هذا الوقت يسمى نائب فاعل. تعالوا نشوف بقى الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمجهول في الزمن الماضي. طيب لو عندي فعل صح زي كتب تبقى كتب، كتب كتب، لعب لعب، ضرب ضرب، شكر شكر، وهكذا. طيب تعالوا نشوف كتب الولد الواجب، ده مبني للمعلوم. تعالوا نشوف المجهول، المبني للمجهول كتب الواجب. أغلق الولد النافذتين يبقى أغلقت النافذتان. ضرب المعلم المقصرين هتبقى ضرب المقصرون. صام المسلمون رمضان هتبقى صيم رمضان. لاحظت ان الفعل معطل الوسط اجوب، يبقى صام صيم، باع بيع، نام نيمة، وهكذا. قال الشاهد الحق تبقى قيل الحق. نشوف بعد كده في الزمن المضارع، يكتب الولد الدرس. طب يكتب تبقى يكتب، يضرب يضرب، يضرب، يشكر يشكر، وهكذا. يكتب الولد الدرس تبقى يكتب الدرس في المبني المجهول. تعالوا نشوف، يغلق الولد النافذة تبقى تغلق النافذة. بعد كده يضرب المعلم المقصرين تبقى في المبني المجهول يضرب المقصرون. يصوم المؤمن رمضان تبقى يصام رمضان. لاحظت ان الفعل معطل الوسط اجوب، يصوم يصام، يصون يصان، يبيع يباع، يقيم يقام، وهكذا. يقول الشاهد الحق يبقى يقال الحق. تعالوا مع بعض ناخد تدريبات بسيطة على هذا الدرس. يقول لك ابن الفعل المجهول، تقوى الرياضة الأبدان، هتبقى ابنها للمجهول تبقى تقوى الأبدان. جميل. بعد كده أعاد الرجل الحق إلى أصحابه هتبقى أعيد الحق إلى أصحابه. بعد كده يحطم الشعب قيد الاحتلال هتبقى يحطم قيد الاحتلال. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.